الله، الغنوة دي حلوة قوي. دي بالظبط عشان بحبها، علشان دي الاغاني بتاعت الافلامات بتاعت زمان تجنن. الاغنيه دي احلى حاجه عجباني فيها البغبغان الملون ده. ما هو يا حبيبتي البغبغان اصلا هو الرمز من رموز التجمع الاسري العصري لليومين دول. انت تقصدي ساعه العصريه يا اختي؟ صح يا ماما، ساعه العصريه وانا لابس الجلابيه. يا مفيش حاجه اسمها ياما، دي الادب، اسمها ماما. قول ماما. ماما طب ايه رايكم نخلي بابا يجيب لنا بغبغان هنا في البيت؟ ياريت. الله، يبقى بغبغان حلو قوي في البيت. يقعد يقول لك يا نانا. ايوه يقول لك يا ماما، يقطم لك صباعك. يا شاء الله. يا سلام، سلام. هو ده التجمع الاسري. يا غاوي بنص لسان، انا عندي بغبغان وبنص لسان. ايه عايزين اغني معاكم ولا ايه؟ لا بابا، احنا عايزينك تجيب لنا بغبغان هنا في البيت. بغبغان؟ عشان ايه يعني؟ عشان يحصل تجمع للعيله كلها. ما شاء الله، ما العيله متجمعه، ده فاضل نتجمع في اوضه واحده ونقفل علينا يعني. يا بيبي بس ده هيجمعنا اكتر، وخصوصا لما يبقى بقى كولورفول كده وكله الوان زي الطيف وحاجات كده. رانيا لو سمحتي، انا فهمت ان انتوا عايزين بغبغان، هروح للراجل اقول له كولورفول. كولورفول ايه يا عادي؟ وبعدين القفص بتاعه لازم يكون كله الوانات زي الوانات البغبغان. ما هو طبعا يا حماتي هجيبه في قفص، امال هجيبه في كيس نايلون يعني؟ ايوه كيس نايلون ده تجيب فيه اكل وشرب. حاضر يا ماما، بكره ان شاء الله تلاقوا عندكم بغبغان. ميل وسجيني يا دولاب ابن عمي، ميل وسجيني. ده مش عشان يا رمز. يا دولا، فتحت متاخر زي كل يوم ولا فتحت بدري النهارده؟ لا يا دولا، انا فاتح بدري ومسيق البازار ومحمي التماثيل وكله. ايه ماشي ماشي ماشي. ايه دول؟ دولا دولا، عايز ايه؟ مالك يا عم، في ايه؟ مفيش يا رمزي، مفيش، مالكش دعوه انت. يعني هي دي هتيجي عليا انا يعني؟ دولا اسف، انا اسف دولا. مش ناقص، انا مش ناقص. انا بفرفشك يا دولا، انت شكلك كده محتاج حاجه صح؟ انا محتاج بغبغان يا رمزي. طب وانت هتغير ليه النهارده؟ ما انت كل يوم بتطلب سندوتش فول وسندوتش طعميه. سندوتش جديد ده ولا ايه؟ بغبغان سندوتش جديد؟ بغبغان ده طائر يا رمزي. ده اللي شبه الحدايه ده. لا مش شبه الحدايه، الغراب. يا ما جاب الغراب لامه، غراب ايه يا ابني؟ لا حدايه ولا غراب. مش عايز دوشه يا رمزي، انا بتكلم معاك ليه؟ خلاص يا دولا، قول لي بس، يعني هو حيوان يعني ولا طائر يعني؟ حاجه زيك كده. انت ايه؟ جماد. انت متاكد انك انت جماد؟ هو زي الجماد كده يا دولا. ما انا عارفه، انا البغبغان ده اهو، ده كان كمان من ايام الفراعنه على فكره، اسر البغبغانات. في اسر اسمها اسر البغبغانات؟ وانا اللي هقول لك يا دولا يا ابن عمي، مش في اسر بغبغانات واسر سحالي واسر زعانف؟ انت بتبص تاريخ الفرعونيات. اسره فيه ايه؟ اسره اسمها اسره البغبغان يعني؟ الاسره 13، اسره 15، اسره البغبغانات. ايه الاسره دي؟ دولا يعني كده يا دولا، دي ثقافه عمياء بس على لا ما شاء الله، هي عمياء فعلا، عمياء. يلا يلا يا البغبغان ده طائر. بص اللي هو بيقعد ايه مثلا، لما يكون حد عنده قفص فيه بغبغان، هو يقول كلمه يقعد يعيد الكلمه وراه يعني. عرفته زي اللي في الفيلم بتاع فصوص لكن لطفاء بتاع ماني مونيه. حلمية بتبوظ كمان تاريخ السينما يعني؟ بوظت تاريخ الفرعوني، فاضل تاريخ اهو اهو البغبغان اهو. حتة قوم ورا استاذ عادل. فين يا عم صاحبك بتاع البغبغانات اللي انت قلت عليه؟ وفين يا عم الكوكتيل اللي صاحبي قايل عليه؟ اصبر خليها في الشوف. يا استاذ عادل ده مواعيده بريفيكس، ده ظابط ساعته على القناه الاولى. اهو الارسال جه يا استاذ زاهي اهو. صباح الفل يا استاذ زاهي. صباح النور يا حتة، وحشني والله. وانت وحش حتة 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 ما عدا حتة، عشان انت ابن الحتة. اللي اخره اسكت يا حتة. ناديه كانت بتبيض. ومصحف ناديه كانت بتبيض، اقسم بالله كانت بتبيض. وجابت لكم ايه ناديه؟ الجندي. الجندي ده بتاع الافلام. ايه جابت دانجل. اول ما نزل من البيضه عامل كده اهو. لا والنبي وفر الرفرفه دي قدام الفحم عشان ما بيولعش. انا مش بتاع فحم، انا بتاع طيور. تعال. اوكي استاذ عادل. استاذ زاهي. استاذ زاهي، استاذ عادل ده اهم زبون عندنا. اهلا وسهلا. ده اهم زبون عندنا، ده ما تقصرش رقبتي قدامه بقى. عيب عليك، من الجناح ده قبل الجناح ده. حلو رفرف انت. وانا الاستاذ رمزي. لا مش مهم، ارقد هنا يا استاذ.
ازيك يا استاذ عادل؟ اهلا وسهلا استاذ زاهي الزاهي، اكبر تاجر بغبغانات وفراخ بانيه في الشرق الاوسط. قومر يا استاذ عادل. اهلا وسهلا. دول يبقى اقول له بقى ياخدني معاه السيرك بقى. ما السيرك جالك لغايه عندك يا رمزي. انا عارف ان انتم مستغربين من طريقه لبسي، بس زي ما بيقولوا الكار بيحكم. يعني زمان ايام ما كنت شغال بتاع فراخ كنت بلبس تويتي. طيب يا استاذ زاهي، انا كنت عايز اشتري بغبغان غلباوي بنص لسان، ولو بلسان العصفور عندي وبالشوربه، بس يا ريت نسخن الابلكيشن ده الاول. نملى الابلكيشن ده الاول عشان اشتري بغبغان. املى ابلكيشن حضرتك؟ ده في ايه ده يعني؟ دوق وانت تعرف. حضرتك لطيف قوي. ده في اذكر مدارس اولادك. ليه؟ عشان لو اولادك في مدارس فرنساوي اجيب لهم بغبغان فرنساوي، ولو في مدارس انجليزي اجيب لهم بغبغان بيتكلم انجليزي، اما بقى لو في مدارس عربي هجيب لهم فرخه بلدي. لا حضرتك، انا عايز يعني بغبغان يعني عادي، يعني لو يكون بيتكلم عربي يعني عادي. عرفت طلبك يا استاذ عادل. عندي بغبغان لسه جاي لي من الصين، عامل كده اهو، بيتكلم ست لغات وسعره مهاود. لا لا لا، دول اوعى اوعى تشتري من الصيني ده، لحسن ده بيتكسر. لا بلاش الصيني ده. اوكي، عندي بغبغان تجميع استيراد اتحاد اوروبي تحفه، الجناحات من ايطاليا، المنقار من اسكتلندا، اما الرجول من البحيره. طيب ده حلو، ده يعمل له كام بقى؟ عشان خاطرك بس 10000 جنيه. ايه 10000 جنيه ببغبغان ليه يا عم؟ بيتكلم؟ اه بيتكلم، ما هو بالبحيره. لا دول طالما بقى من البحيره وبيتكلم، احنا عايزينه بقى لما ننيمه كده على جنبه اليمين يقول بابا بابا، على جنبه الشمال كده يقول عايز كوكتيل عايز كوكتيل. لك يا سيدي زبط كوكتيل، اصبر بس اما نجيب البغبغان هبقى اجيب لك كوكتيل حلاوه البغبغان. خلاص ماشي يا دول. طيب حضرتك يعني بالنسبه للبغبغان ده، يعني انا كنت عايز حاجه يعني بسعر مختلف شويه، يعني فرنج مثلا 300 جنيه، 307 مثلا كده. 300 جنيه، 307 دول تجيب بيهم بغبغان من اسيوط؟ بغبغان من انا؟ انا بغبغانات استيراد البحيره. اوكي اوكي، عشان خاطرك وعشان خاطر الوقت حته، وانا ما عنديش خاطر بقى ولا ايه؟ وانت ليك خاطر برضو، ليك خاطر يا ابو رماميز، انت ده مشهور قوي. وهدي لك البغبغان اللي معايا ومش هعزه عليك. ايه ده بجد؟ اتفضل. لا ناديه، اوعى تشتري يا دول، اوعى تشتري قبل ما نقعد بقى نجرب البضاعه الاول. واهم حاجه بقى يتكلم، قول له يا غبي فهيرد عليك يقول لك يا غبي. ها حاضر يا دول. حاضر. دولا شايف عمايلك يا دولا؟ كل شويه تقعد تقول لي طلع البضاعه في الشمس، طلع البضاعه في الشمس، شفت الشمس عملت فيه ايه؟ سيب الانسان مكانه، سيبه مكانه. ماشي يا دولا اهو. تصدق بقى ولا هتضايق؟ خلاص انا اتعودت اتعودت. خلوش. دولا هو الببغاء عامل ايه؟ ده وحشني قوي. الببغاء يا سلام، بيقولوا باللغه العربيه كمان. كويس يا سيدي، بيسال عليه. لا يا راجل، امال ايه؟ على طول بيقول لي فين الغبي؟ فين الغبي؟ على كده؟ اه بس واضح ان هو ارتبط بيك من ساعه ما شافك من اول مره، يعني ذاكرته ما طلعش منها الغباء بتاعك، فكانك محفور جوه حنجرته. حبيبي. يا راني ازيك؟ اتفضل يا بيبي. تا 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 تان. ايه ده؟ لا معقوله يعني يا رانيا، يعني انا اجيب لكم بغبغان تجيبي لي حمامه يعني بترد هديه بهديه؟ انا مش محتاجين، مفيش بينا الكلام ده يا رانيا. يا بيبي ازاي؟ انا مرجعه لك تاني البغبغان اللي انت جبته لنا يا حبيبي. بغبغان ايه ده؟ حمام؟ لا ده البغبغان حبيبي. لا ده حمام. انا بقول لك ان ده البغبغان اللي انت جايبه لنا لانه وقع في الفسقيه عشان كان بيشرب ميه، فاللون بتاعه نزل في الميه والباشا تحول لحمامه. يعني ده حمامه ولا بغبغان؟ استنى دول، استنى انا اللي هختبره لك. استنى يا غبي يا غبي. لا يا دول ما بيردش. انا من خلال خبرتي اقدر اقول لك ان ده بغبغان بس اخرس. اخرس؟ بغبغان اخرس ايه؟ انا مش فاهم يعني، انا بس عايز استوعب، انت قصدك ان انا اتنصب عليا واشتريت حمامه بدل بغبغان؟ ايوه. كلمي جد؟ ايوه. انا اتنصب عليا؟ ايوه. مش عادل سعيد اللي اتنصب عليه. ايه الاخبار؟ استنى بس، اديني براجع قانون العقوبات وباذن الله هتاخد براءه. براءه ايه؟ هو انا متهم في قضيه قتل حضرتك؟ ده هو واحد باع لي بغبغان على انه بغبغان، طلع في النهايه حمامه. اه ده غش تجاري بقى. اقول لك على حاجه يا استاذ، قول. القضيه ديت محتاجه وقت،
واقول لك على حاجه ثانيه. قول. انت محتاج محامي. محامي؟ امال انت ميه بحاره؟ لا ساعات بنزل مع ابويا كده. يعني هنعمل ايه دلوقتي؟ يعني هتخش معايا في القضيه ولا مش هتخش معايا فيها؟ شوف يا سيدي. احنا هنرفع قضيه نقول ان ديت حمامه مش بغبغاء. يقوم الخصم يطعن ويقول لا ده بغبغان مش حمامه. نقوم احنا طالبين خبير. انت الخبير بقى يعمل ايه؟ يقوم محولها للطب الشرعي. وطبعا الطب الشرعي مش هيرضى يشرح الحمامه غير لما الحمامه تموت. يا سلام، وانا هستنى لغايه اما الحمامه تموت وبعدين الطب الشرعي يشرحها؟ ده موت يا حمار، انا عايز حق يا استاذ. للاسف هي دي اجراءات التقاضي. طب وبعدين؟ وبعدين ده انا بقالي شهر في الحكايه دي لغايه اما الحمامه باضت عندي. باضت؟ انت بتقول الحمامة باضت؟ باضت خير. ده كده يبقى حقك هيجي لك طلب الحمامة باضت. لا والنبي. ايوه والله زي ما قلت لك. ايوه يعني ايه ده كويس؟ ايوه طبعا كويس. احنا هنطلب من المحكمة توقيع الكشف الطبي وعمل تحليل دي ان ايه؟ ايه؟ لصفار البيضة لإثبات نسب البيضة للحمامة. ايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ هو انا بدور على ابو البيضة؟ هو ليه الحل الوحيد اللي هنقنع بيه المحكمة ان دي بيضة حمامة مش بيضة بغبغاء؟ ماشي، لو مفيش حل غير ده خلاص، انا البيضه موجوده عندي في البازار ومخلي رمزي رائد عليها ومتحفظ عليها. تمام. اتفضل سيد. اتفضل. قوم من عندك. ايه انت بتشم يا لا يا دولا؟ ده فضلت خيرك بقى، ملح وفلفل يعني كده اهو. فلفل فعلا. بتاكل ملح وفلفل ولا رمزي؟ انها مدول. بط الحمامه فين يا لالا؟ سايبها هنا. ماما 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 راح فين؟ راح فين؟ انت عملت ايه؟ دول انا اكلت بقى البيضه. اكلت البيضه؟ ده طعمها حلو قوي دول. ايوه دول، انا اكلتها كده من غير قشرها بقى، وحطيت بقى شويه ملح كده وقعدت اعمل كده. اكلت البيضه بقشرها؟ بلعتها كده؟ يا دول ده ناكل منها 20 ولا يهمني. كان البيضة بقشرها حضرتك؟ ضيع حرز القضية؟ معلش. ضيع حرز القضية. ايه ده؟ كل حاجة ليها حل، كل حاجة ليها حل. ما تقلقش يا أستاذ، ما تقلقش. ضيع حرز يا أستاذ. ما تقلقش إن شاء الله خير. ولا. نعم. أنت بلعتها سليمة صح؟ أيوة دول. بالقشر بتاعها؟ كلها. حلو. بص، أنت ممكن تبلع بقى إيه؟ قش. هتقعد تبلع قش، تبلع قش عشان البيضة جواك كده وما تتحركش. لا يا دولة لا، أنا القش ده ما بحبوش. بص خليها مثلا إيه؟ تبن أو قط. أنت بتخطأ. ما تتحركش. ليه يا دولة؟ عشان البيضة ما تتحركش جواك. تعال تعال بالراحة. ماشي. بالراحة. أنت دلوقتي إيه؟ شايل الحس. ماشي يا دولة. تعال بالراحة. دولة أنا نفسي غم عليا قوي، عايز كوكتيل. ماشي هجيب لك اللي أنت عايزه، بس ما تتحركش يا رمز. حاضر يا دولة. يعني ما فيش أمل إنك ترجع البيضة للتاني يا سيدي؟ عادي. إحنا بنشوف البيضة في إيه دلوقتي؟ بالراحة يا ابني، بالراحة عشان البيضة ما تقعش. بالراحة. انا خايف اهو دول. لا ما تخافش، ما تخافش، انا معاك، هجيب لك احسن حد. بقول لك يا حضرتك، احنا ممكن مثلا نعمل له اشعه او سونار يثبت ان البيضه اللي في بطنه دي بيضه حمامه مش بيضه بغبغان. يا استاذ عادل، الكلام المحاكم ما بتعترفش بالكلام ده. هو المحاكم عايزه دليل مادي محسوس ملبوس مدروس. انت كده سكه القانون وقفت معاك يا استاذ عادل، وما فيش تضيق قدامك غير سكه الاعلام. الاعلام؟ ايه رايح فين؟ رايح فين؟ عايز ادخل الحمام يا دول. مفيش حمام يا دول. مفيش حمام يا ماشي يا دول. ها؟ كان عندي بغبغان غلباوي بنص لسان. كان عندي بغبغان غلباوي بنص لسان. يا أيها الجمع المجتمعون جميعا في هذه القهوة، إنني هنا أناشدكم جميعا وأكون مثلا لكم حتى لا تقعوا في الغش التجاري الذي حصل لي من شوية، وهو إن اشتريت حمامة على إنها بغبغان وفي النهاية طلعت حمامة. لا لغش البغبغانات. لا لغش البغبغانات. عاش الإعلام الحر. عاش الإعلام الحر. ومن
من مكاني هذا وناشد الإعلام الحر جميعا أنهم جميعا يقفوا بجوارنا حتى لا يقع المواطنين في هذا الغش التجاري، لأن ممكن أي مواطن فيكو يشتري مثلا بغبغان على أنه بغبغان وفي نهاية تطلع حمامة. عشان كده أنا بناشد كل الإعلاميين أن هم يقفوا معانا في هذه الحملة حتى نقضي على الغش التجاري. عاش دولة حبيبي المثل الحر. عاش دولة حبيبي المثل الحر. وعشان هو كان البيضة بناشد المجتمع الدولي كله بالتدخل البري حتى يجعلوا البيضة مستقرة مكانها ولا تتزحزح عن طريق وضع بعض المجسات داخل بطن رمزي، لأن بطن رمزي على طول بتتحرك. بقالها قد ايه بالظبط؟ بقالها 20 يوم وفاضل يوم وتفقس. تفقس؟ تفقس ازاي دول؟ يعني انا هبقى ابو الكتكوت؟ ابو الكتكوت راح وابو الكتكوت جه؟ او راح وبلاش يجي خالص، ايه رايك؟ ها؟ بقيت اب، بقيت اب. ويزال انا دول اعمل اي حاجه اي حاجه ما عدا بقى الحقنه دول، انا بخاف من الحقن. يد حقنه بسيطه قوي، لان احنا يجب ان نعمل تحليل دي ان ايه؟ ايه؟ وحتى نخرج الكتكوت. حتى نخرج الكتكوت. ايه يا عادل، مش ناوي كمان النهارده تنام ولا ايه؟ مش جاي لي نوم خالص يا رانيا. مش معقول برضو يا عادل، يعني بقالك شهر مش بتنام عشان موضوع البغبغان ده، مش طبيعي. هو موضوع مش سهل بالنسبه لي برضو يا رانيا. معلش يا حبيبي، استحمل وتعالى على نفسك شويه. يا حبيبتي انا جبت محامي ودفعت 10,000 جنيه، غير كده جبت مراسلين من محطات التلفزيون وجبت صحفيين من كل الجرايد والمجلات. مفيش حتى صحفي واحد من اللي هم بتوع جرايد تحت السلم نزل اي خبر. انا كنت بعمل ده كله ليه؟ مش عشان احمي المستهلك من النصب زي ما انا اتنصب عليا. بصراحه يا بيبي يعني انت بقى شكلك وحش خالص. فعلا. بس مش عادل سعيد اللي يتنصب عليه ويسكت. انا ماليش دعوه بكل الحوار ده، انا عايزك ترجع لي فلوسي، وانا عايز بقى كوكتيل. وانا ما عنديش غير انك ترجع لي البغبغان يا استاذ عادل اللي اديته لك الاول سليم، وانا ارجع لك فلوسك. عدم المؤاخذه يا استاذ عادل، اشتري من عندي ارخص، انا عندي مخرج للمشكله دي. مخرج؟ مالكش دعوة انت يا حتة، انت اللي اساسا دبستني في الحكاية دي، جاية دلوقتي تقول لي مخرج؟ عشان اللي دبستك عايز اخرجك بحاول افهمك. شوف هيقول لي اخرجك برضو. ما تسيبه يا دول، هتسيبه ولا نشوف حتة هيخرجنا فين؟ انا نفسي اتفسح قوي بقالي كتير بتفسح. اتفضل بص فهمها ازاي، ناقصة غباوة. انا اسف يا استاذ عادل، انا اسف. عندي انا عدم الرمؤاخذة يا استاذ عادل، انت تعمل ايه بقى؟ ترجع له بغبغانه زي ما خدته منه بالوانه. انت الوانك كانت ايه؟ الوان مية. يبقى ترجع له بغبغانه مفهوم وتاخد فلوسك. الكلام ده ايه؟ الكلام ده ازاي يعني يا دولة؟ يعني نعمل ايه يعني؟ يعني انا مش فاهم. انت راضي على الكلام ده يا استاذ زاهي؟ بيقول لك الوان وتلونه وبتاع، انت راضي على الكلام ده؟ طبعا موافق، ما انا اصلا ملونها. ولع يا حتة. انا هنا يا عم. انا مقصر. بقول لك يا لا رمزي. نعم يا دولة. بتفكر في اللي انا بفكر فيه؟ انت عارف ان انا ما بفكرش اصلا. ترى طعمك حلو زي البيضه بنتك ولا ايه؟ انا بس دول هو اللي هيحشني عنك. نعم دول بتكلم الحمام ولا ايه؟ لا ده انا بهزر يعني كده، هو دوله معاها يعني. اهم حاجه دلوقتي انا عايزك تركز، لان لو ربنا كرمنا ولونا الحمامه دي الوان البغبغان بالظبط وبعناها في السوق، هنبقى اشهر بغبغانيه في العالم كله. لا يا راجل، وهنكسب يا دوله؟ هنكسب يا نهار ابيض. بص الحمامه بكام اساسا ونبيعها كبغبغان بكام؟ ايوه دوله، بس يعني انت شاري حاجات ب 5000 جنيه دول عشان تلون الحمامه اللي هي ب 15 ولا 30 جنيه بس؟ يا ابني ما هي الالوان دي كلها مش بتلون حمامه واحده، دي بتلون كميه من الحمام. احنا بعد كده نقفل البازار. الله. ونشتغل بقى نحول الحمام لبغبغان غنات على طول. طب وساعتها بقى هيبقى اسمك ايه بقى دولة؟ علشان الشغلانه بقى الحلوه دي. شغلتي يعني بغبغانجي؟ لا يا راجل. لا بغبغاتي. بغبغاتي اللي هو بيحول الحمام لبغبغانات. طب وانا بقى هيبقى ايه؟ مساعد بغبغاتي. يعني كده احسن ان احنا كنا نشتري بغبغان على طول احسن. لا لعلمك كل البغبغانات اللي في السوق اساسا مضروبه يا ابني. ازاي دولة؟ ايوه، انت ما بتجيب مثلا بغبغان وتقعد تتكلم معاه بيقول ايه؟ انا البغبغان ده هو كان بيقول بلو بلو بلو. طيب وفي بغبغان بيقول بلو بلو. لا طبعا بغبغان بيقعد يقول يا غبي يا غبي، لكن ده رررر رررر. هم انا كده مظبوط؟ انا بص بقى عملت لك البلط ازاي؟ يعني وسخته حلو اللي هي بتاعت دي ساعه. وايه دي دوله؟ دي ايه دي؟
دي ايدي بتشرب بيها ايدي مش اي فنان لازم ياكد ماشي جاهز جاهز يا دوله جاهز الالوان هنجهز بقى وهنقلب ايه ده احنا هنخليكي دلوقتي يعني بغبغان انا بسكنيتو حاضر تا 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 تان 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 ايش انا ايوه كده ايوه كده اهو دول اهو دول الله صباحك يا جاسم اهو عشان تعمل تلزق البس انا بقى كمان يلا اهو جاهز جاهز يا دوله امسك لي الحمامه بقى حاضر يا دوله بتاعك الثاني لا ارميها بقى يا دوله بعد ما نحول بقى الحمامه تبقى بغبغان نشرب بقى اهو اهو يا دوله جاهز جاهز يا دوله خلي لي جناحها ملموم اهو يا دوله ملموم تعالى بقى كده الله عليك يا كبير يا دولة يا قمر يا حبيبي لازم الجناحات الأول تتلون واخد بالك ده الراجل ايه نقوم داخلين على الأخضر ماشي الجناح التاني بقى الجناح التاني يلا جاهز جاهز يا دولة اتفضل انا هاخد فرشة ادخن بقى واخد بالك كده عشان تبقى ايه الجناح كده اتظبط ماشي يا دولة طب والراس بقى الراس لا الراس عايز ازرق لان الازرق ده هو ده اكتر حاجه بتميز البغبغان اصل هي ما زالت كده ما زالت تقع يا دولة ما زالت كده يعني حمام لا كده اهو بغبغان بص اهي الاحمر بقى نخش على الاحمر تعالى لي بقى البق بقى البق 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 نفسه اقفله بس كويس اهو الله يا دولة ايه رايك ده احنا هنبيعها ونكسب ايه رهوان كويس كده المناخير بقى المناخير لا المناخير دي بقى لازم لها حاجه حلوه فيه لون عينيه لمسه ايديه وخط ورجليه الله على كلامك الحلو يا خليتي مشاعري تتحرك خليتيني افنجر في الجواز تاني ابعت لنا صورتك حالا ورقم تليفونك وما تتعبش نفسك خالص احنا هنجيب لك نصك التاني لحد عندك في خدمة توصيل العروسة للبيت ايه ده وعندكم ديليفري كمان يلا اتصل بينا حالا مستني ايه بس انا معيش رصيد بقى دولة معاك رصيد في الموبايل بتاعك عشان ايه عشان بقى اكلم بقى المذيعة دي يا عم هتجوزني بقى مذيعة هتجوزك ازاي يعني خطبة يا دولة خطبة ما هي دي بقى دولة اللي اتقال بقى عليها المثل اللي هو يا بخت من وفق دماغين في الحلال رمزي اطلع من دماغي عشان مش فضيله ايه دولة بقى انت دايما كده وانت تقف في طريق سعادتي انا يا سيدي هسيب لك الطريق كله وهمشي ان شاء الله كمان يومين كده ولا حاجه راح فين يا دولة رايح برشلونه هتفرج على الماتش بتاع برشلونه وريال مدريد النهائي يلا بس مش هتعرف تسافر ليه ما هو انت اللي هتبقى وكيلي بقى في الجوازه ده ايه ولا مش ناقص عبط مش ناقص عبط انا ما صدقت يا ابني رحله زي دي واشوف نهائي ده اي حد بيحلم بيها يا ابني هات بقى رصيد يا دوله بقى بس ارجع الاقي البازار زي ما هو لو لقيت اي حاجه متلخبطه عارف ايه اللي هيحصل لك ايه اللي هيحصل هتعرف لما ارجع اخدك معايا فين ده هو مكان واحد بس اللي على الطياره مش مهم اقعد على حجرك يا رانيا هو ميكروباص ملكش دعوه بتوع الميكروباص يا تهدي يا تعدي بصي عادل بقى ما هو مفيش سفر غير وانا معاك رجلي على رجلك يا عادل يا سعيد يا بنتي حرام عليكي سيبيه اعتقيه الوجه الله خليه يشوف حياته لا والله عايزين اخليه يروح ينطلق يعني علشان خاطر يرجع لي بواحده برشاويه مشجعه معاه ما يرجع لبرشاويه منيويه براحته روح يا حبيبي انطلق شوف الدنيا وتعالى باللي انت عايز تيجي معاه برشا يا مدلدل سناء احترمي نفسك في اللحظه الحاليه يا سناء هتعملي ايه يعني يا رانيا هعمل حاجات كتير قوي انت في غنى عنها في اللحظه الحاليه طب وريني يا رانيا لا انا من حقي ان انا افكر اخد وقتي وافكر هعمل ايه علشان اروح دين انا عايزاكي تركبي اكبر جمل كلام على الله بقى وانتوا تخربوا تركبي كده وتيجي وتوريني هتعملي ايه يا رانيا الو السلام عليكم ايوه مذيع انا الحمد لله يعني شحنت اهو انا نص لا يعني اسمي رمزي يعني ابو الرماميس
كنت بكلم بقى حضرتك علشان بقى يعني تدوري لي بقى على النص التاني بتاعي. بس من فضلك بقى عايز النص التاني ده يبقى يمين علشان انا النص الشمال اصلا. يعني اي حاجه كده بقى اللي يطلع من ايدك بقى، حاجه على ذوقك كده الحلو ده. حاضر يا استاذ رمزي. الحقوا تعالوا بسرعه، ده صوت رمزي. رمزي في الراديو. الصوت الجاي باخره البيت. تعالوا عايز عروسه عايز يتجوز بيتكلم في الراديو، صوت رمزي. يعني هو صوت العرب يا خي. ابعت لنا صوت السي في بتاعك واحنا هندور لك على نصك التاني على طول. لا انا ما اعرفش ايه السي في ده، حضرتك قولي لي هو بيتباع منين وانا اروح اشتريه على طول. غبي بيكشف نفسه من اول فسفوسه في المكالمه. حرام عليكي يا ماما، والله يا عم رمزي ده غلبان جدا. الغلبان بيتمضغ زي اللي بان. محافظات البلديون دي ما تتقالش في البيت ده، انت سامع؟ جامي بلدي ده ايه؟ استوكدو. اني عليك يا رمزي بيدلل على جوازه. يا جماعه سيبونا بقى اسكتوا شويه، عايزين نسمع. مش كده، ده احنا هنموت من الضحك. هنموت من الضحك في ايه يعني؟ عشان رمزي عايز يتجوز؟ ما هو عاجلا او اجلا يعني من حقه يتجوز. ده الارانب في الجحور بتتجوز. انا مش فاهم حاجه. على فكره بقى يا سناء انا ما بتريقش عليه، وعشان اثبت لك كده انا بقى هساعده في الجوازه دي هيا. لا يا حبيبتي، جحا اولى بلحم طوره، احنا اللي هنساعده لغايه ما نوصله بيت العدل. انا مش هساعد حد يا ماما، كل واحد يساعد نفسه انه يتجوز. ساعديه انتي. اساعد نفسي الاول وبعدين ابقى اساعد رمزي. قالك ساعديه. بص لي يا عم رمزي اديني وشك، بلاش الضحكه دي والنبي. الضحكه دي لو ضحكتها مش هديلك غير عروسه هبله زيك. رمزي بص يعني خليك تلقائي، يعني سيب ايدك فرهد، خليك تلقائي وخفيفه، خبي سنانك. نو 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 جامي حبيبي، ما تحطش رجليناتك على رجلانك التانية، لان دي عايزه سوفيستيكيتد بيبل. اوكي نزل رجلك عشان تبقى طبيعي. انا مش هصور غير وشه اصلا. لا لا يا ياسمين، بقول لك ايه، انا عايز بقى صوره بروفايل لجسم كله علشان العروسه بقى تشوف لغايه صباع رجلي كده ولغايه شعر الراس. طب خلاص قوم اقف بقى. حاضر. لا ما انا قلت قاعد. بقول لك ايه، صوريه كده بكاميرا اكشن كده عشان اللي يشوفه يعرف انه بيحس. طيب يلا اعمل كانك مخدود كده غرقان كشر. طيب نو ايه ده، انت فاكر نفسك تنين هتبخها بنار؟ ايه ده رمزي، اعمل نفسك متالم. الم الم. ايه ده انت ميت كده ميت. زورت يا عم رمزي. يا رب يا رب. بص انا هقولك على حاجه احسن. نعم. شيل النضاره دي. لا يا نجلاء، بقول لك ايه، انا عايز بقى العروسه تشوفني بالنضاره، وعايزها كمان بقى تبقى بنضاره بقى علشان محدش يبقى احسن منها. خلاص بقى اضحك ولا اعمل اي حاجه عشان نحط الصور بتاعتك في السي في، خلينا نخلص. ما تضحكش الضحكه دي. وان شاء الله السي في بتاعه ده هنحط فيه ايه؟ هنحط فيه الحقيقه يا نقنق. لو حطينا الحقيقه مش هنلاقي ولا عروسه تبص في خلقتك. سناء سناء ظبطي ابن عمك يا حبيبتي، روحي ظبطيه. يا ابو رماميز انت. نعم. يا ترى هل ترى معاك شهادات ايه؟ كتير جدا يا راني، يعني شهادة الميلاد وشهادة داخل الابتدائية بجدارة والاول على دفعتي. يا فاشل. ايه هتجوز وانتي لا؟ يا صحابي يا يا ده حته، يا ده حته، تعال تعال. ايه الدخله دي؟ بقولك ده حته. ايه نزل بقى شربات للقهوه دي كلها على حسابي. عين يا صاحبي، نزلها للكراسي ولا للترابيزات؟ يا عم انا حاسس اني فاتح في رمضان، ده مفيش غيرنا. الحمد لله ده حته، الحمد لله انا معيش فلوس اصلا. طب بقولك ايه، ايه بقى سر الدخله الجامده دي وفتحه الصدر علينا وطلبات وبتاع؟ مش هتصدق. قول تن 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 تن. ايه هتجوز؟ تصدق ما صدقتش. مين دي اللي قابلت بيك يا رمزي؟ مش عارف. هو لازم طبعا ما تعرفش. طب منين؟ يعني هي من الراديو. راديو؟ طب العروسه ترانزستور ولا لمبات؟ لا 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 لا، بقول لك ايه، احنا نقعد نهزر مع بعضينا في كل حاجه ما عدا بقى الموضوع الجماعه دي. ها يلا ما تكلمش معايا تاني. خد يا ده حته، خد هنا. نعم لمبات ليلتنا بتنور. قول تصدق لسه لغايه دلوقتي ما شفتهاش العروسه دي. اهلا وسهلا بكل مستمعينا في كل مكان، وحلقه جديده وبرنامج النص الحلو.
على فكرة أنا جالي سيفيهات كتيرة جدا كلها لناس عايزين يتجوزوا، وأنا بوعدكم بجد إن أنا مش هسيب حد خالص لغاية ما لاقيله النص الحلو. تابعونا وتواصلوا معنا على موقعنا وعلى صفحتنا على الفيسبوك www.النصالحلو.com، هتلاقوا صور لعرسان كتيرة جدا موجودة على الموقع ده. خليكم معنا، ودلوقتي هنروح لفاصل ونرجع لكم ونواصل. بقى ياسمينة بقى طمنيني، قبلت في التنسيق ولا لسه؟ رمزي انت مجموعك كام؟ ايه يا ماما مجموعك كام وتنسيقك ايه؟ ايه يا ماما ده انت تمشي وراها، ده راجل مشوش مش دريان بيقول ايه؟ الله يكون في عون اللي هتتجوزه. انا عارفه عندي واحده صاحبتي فظيعه امرايا، يعني متجوزه واحد شبه رمزي بالظبط بقيه طبق الاصل، ودكتوره. شوفي دكتوره مستحمله. دي اكيد دكتوره كتاكيت يا حبيبتي، في مستشفى امراض العقليه. ايه ده سرعه مرمزي يا هلا؟ وري نوري خلاص. يلا ده انا امور قوي يا بنت ياسمين. يا مامي ده تدخلي يعني على هتتجوزي. بعته صوره انا كمان. ايه يا حبيبتي يا بنت، انت مش عايزه تتجوزي انت كمان؟ مش معنى انا يعني انا ماليش نفس. طب يا ياسمينة انا عروستي بقى حبيبتي هتعرفني منين بقى؟ انا عملت لك اكونت على الفيسبوك، واللي هتعجبها صورك هي بقى تتوصل معاك. يا رب اتجوز قبل ما دول حبيبي يرجع، نفسي كده يرجع يلاقيني بقى عروستي في ايدي ومعانا ابننا.